الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد نزهة الخواطر والألباب وإمام حضرة الدنو والاقتراب، الذي زينت منطقه بحقائق السنة والكتاب، وآتيته جوامع الكلم وفصل الخطاب، وعلى آله تيجان المفاخر وعقود الآل، وصحابته ليوث الوغى والصرات الأبطال، صلاة تجعلنا ممن أتحفتهم بالسعادة الأبدية، ففازوا برضوانك يوم الحشر والنشر والعرض والسؤال، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. مشاهدي الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فلم يشغلهم في الوجود إلا الوصول إليه، ولم تحجبهم الأكوان عن التحقيق بمقام الإحسان إليه، فغسلوا أرواحهم في محيط الطاعات، وخاضوا بنفوسهم بحار المجاهدات، حتى صارت العبادات عندهم عادات، وتبتلوا بقلوبهم في محراب الجهاد الأكبر، حتى نفدت إلى سرائرهم أشعة النور المحمدي، فاتصلوا بالحضرة الإلهية، وصاروا في كنف الذات العلية. أولئك هم أهل ود الله ووداده، وعيون صفوته من عباده، رضي الله عنهم وأمدنا بمددهم لنلحق بركبهم ونظفر بمعيتهم في الدنيا ويوم الدين. من نخبة العارفين وصفوة الواصلين، نلتقي اليوم مع الشيخ أبي بكر بن محمد المعروف بحمي الصنهاجي المجاطي. ولد بالدلا عام 943، عرف النور هو والدولة السعدية في عام واحد. يروي بعض المؤرخين أن الشيخ تادل الصالح أبا الحسن علي بن إبراهيم البوزيدي كان من الحاضرين في وليمة العقيقة التي أقامها محمد بن سعيد المجاطي لمولوده، وأشار عليه بهذا الاسم أبو بكر. نشأ أبو بكر نشأة صالحة، فحفظ القرآن الكريم في كتاب قريته، وارتحل إلى متجر أبي عبادة لتعلم المتون العلمية، ثم انتقل في طلب العلم إلى مكناس وفاس، حتى بلغ في أقصر مدة أقصى الأمنية، فتضلع في قواعد الشريعة وتبحر في موارد الحقيقة. على أن أبا بكر منذ صباه لم يكن شغوفا بالعلوم الظاهرة، شغفه بصفاء الباطن وسمو الروح، فأقبل على عبادة الله والتعرف على الصالحين من أوليائه، فكان اتصاله بالشيخ أبي عمر القسطلي نقطة تحول في حياته. انصرف بعدها نهائيا عن الاشتغال بالثروة الطائلة التي خلفها له والده، منقطعا إلى الدعوة إلى الله وإرشاد العباد وهدايتهم، حيث أخذ عن الشيخ عهد الشاذلية، وبقي يختلف إلى زيارته طيلة حياته مع وفد المريدين من قبائل زعير وتادلة. كان الشيخ أبو عمر القسطلي هو الذي أمر أبا بكر باتخاذ زاوية له في الدلاء يرشد فيها المريدين، ويطعم الطعام الذي لم يعهده في بلاده الفقراء والمساكين والطلبة الزائرين، وينزل الناس منازلهم، ويعطي لكل قوم ما يناسبهم، كما كان شيخه أبو عمر القسطلي يفعل. فإذا لامه أحد في التفرقة بين الناس قال له: من جعل الناس سواء فليس لحمقه دواء. وما قصده أحد إلا أفاض عليه من سيبه، يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. وبعد أن أسس أبو بكر زاويته في الدلاء، اجتهد في تكتير العمارة من حولها، فبنى الدور والدكاكين وسائر المرافق الضرورية، وحبس على الطلبة والمساكين، حتى صارت من أحسن المدن وأكثرها سكانا وأشهرها ذكرا، يقصدها الناس من مختلف الجهات، ويلتقي فيها العلماء والطلاب الوافدون، فينالون من التعظيم والإكرام ما يجعلهم يرغبون في المقام بها أطول ما يمكنهم من الزمن. وتعقد المجالس العلمية في مسجد الدلاء الرحب، وتقوم سوق العلم فيه على قدم وساق. كان أبو بكر الدلائي نقي الظاهر والباطن،
نظيف الملابس، شديد بياض الثياب، جميل الهدي، كثير السلام، خافض الطرف، قليل الكلام، حسن العشرة، شديد المحافظة على العهد، كريم الأخلاق، داعيا إلى المحبة والتسامح والتصافي. يعقد في زاويته مجالس الوعد والإرشاد، يفتتحها دائما بقوله: روى الحسن عن أبيه الحسن عن جده الحسن أن أحسن الناس صاحب الخلق الحسن. كان محمد بن سعيد الدلائي ميسور الحال، كثير الحرث والماشية، كما كان ابنه محمد صالح محببا إلى الناس، يقبلون عليه ويلتفون حوله، وكان يجد في سعة حال والده ووفرة أغنامه ما يقري به ضيوفه الكثيرين، ويطعم به زواره الوافدين، حتى ضجر الوالد من كثرة ما يذبح ابنه من الماشية وما يستهلك من مطامير الحبوب، فلامه على الإفراط في الإنفاق ونصحه بالاعتدال، غير أن أبا بكر لم يغير من خطته، واستطاع أن يقنع والده وأن عمله ليس من الإسراف في شيء، وما زال كرمه ينمو ويضطرد إلى أن آل إليه إرث والده بعد وفاته، وأمره شيخه القسطلي بالإطعام، فجعل يصرف ثروته الواسعة في إكرام الوافدين على زاويته، تمده حقوله الشاسعة في الدلاء وفي بلاد غريس بتافيلالت لما يكفيه من الحبوب مأدبته اليومية. توفي أبو بكر الدلائي عام 1021 ودفن في مسجده في الدلاء. ونحيا بذكراكم إذا لم نراكم، ونحيا بذكراكم إذا لم نراكم، ونحيا بذكراكم إذا لم نراكم، ألا إن تذكار الأحباء ينعشنا، ونحيا بذكراكم إذا لم نراكم، ألا إلا تذكار الأحبة يلعشنا، فلولا مآنيكم ترى قلوبنا، فلولا مآنيكم ترى قلوبنا إذا نحن أيقاظون وفي النوم إذا غبنا، فلولا مآنيكم ترى قلوبنا إذا نحن أيقاظون وفي النوم إذا غبنا، يحركنا ذكر الأحاديث عنكم، يحركنا ذكر الأحاديث عنكم، ولولا هواكم في الحشا ما تحركنا، يحركنا ذكر الأحاديث عنكم، ولولا هواكم، ولولا هواكم في الحشا ما تحركنا، ونحيا بذكراكم إذا لم نراكم، ألا إنا تذكرى أحبتي العشنا،
فلولا معانيكم تراها قلوبنا إذا نحن أيقاد وفي النوم إذا غبنا يحركنا ذكر الأحاديث عنكم ولولا هواكم في حاشا ما تحركنا. رحمك الله يا أبا بكر الدلائي، رفعت لواء الكرم برسوخك وشموخك واتصافك بالإنفاق في سبيل الله ووقوفك عند حدود الشرع. قلبك حاضر مع الله، وجوارحك نابضة بطاعة الله، وأنفاسك متعطرة من خشية الله. مشاهدي الكرام، إلى حين أن نلتقي مع قامة أخرى من قامات التربية والسلوك، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.